طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الذي عقدته بعد 22 يوما من العدوان إلى غزة، دعت إلى توسعة الوقفات وحملات التضامن العربي والدولي مع شعبنا في مواجهة العدوان. نتحدث أكثر، ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية والفلسطينية. دكتور مصطفى صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلين. يعني حقيقة كل هذه المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، آخرها عزل غزة عن العالم وأمام مرأى ومسمع هذا العالم، تخوفات من أن يكون هناك عدد شهداء كبير تحت الأنقاض، هذا ما تقول الجهات الصحية في قطاع. نجحنا في الإنقاذ زملائنا في قطاع غزة، كما تعلمين لدينا 17 فريق طبي يعمل هناك. نعم، وانقطعنا عنهم 36 ساعة، وصباح اليوم استطعنا أن نصل إليهم. الوضع خطير للغاية، لأنه الدمار هائل، أكثر من 50% من البيوت والمؤسسات دمرت بالكامل. أخطر ما يجري هو القصف المدفعي، وأنا كنت في عام 2014 في غزة أثناء الحرب، ورأيت بأم عيني ماذا يجري عندما يستعملوا القصف المدفعي. هذا قصف أهوج غير محدد، يدمر كل شيء، لا يترك بيتا قائما أو حجرا على حجر، ولا يترك نفسا حية. يستعمل الآن هذا القصف المدفعي بالإضافة إلى قصف الطائرات، وطبعا يقصف من البحر أيضا، والدبابات أيضا تهاجم. ما أخبرنا به زملائنا أنه فعلا في ما لا يقل ربما عن 2000 أو ربما أكثر شخص تحت الأنقاض، ممن لا أحد يستطيع أن يصل إليهم بسبب استمرار القصف على مدار الساعة. يا الله. وربما بينهم 700 أو 800 طفل. رأينا مظاهر مرعبة أيضا لمحاولات الناس إخراج، لم يكن لديهم وسيلة للاتصال بالإسعاف، وحتى سيارات الإسعاف الآن لا يوجد لديها وقود. الناس تحاول أن تنقل الجرحى بأنفسهم. الوضع خطير للغاية، الوضع وضع مجزرة وحشية بالمعنى الحرفي للكلمة، مجزرة تتحمل مسؤوليتها مش بس إسرائيل وهؤلاء المجرمين، تتحمل مسؤوليتها رئاسة الولايات المتحدة وكل الدول الغربية التي تقدم الدعم المطلق والكامل لإسرائيل، وهي ترتكب 3 جرائم حرب كبرى. لم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يبقى صامتا عنها، واليوم هذه حرب دموية، ولكن لا تستطيع ولن تستطيع أن تكسر إرادة شعبنا. ما يصيب الإسرائيليين بالجنون هو أنهم مع كل هذا القصف والدمار والتدمير لم يكسروا إرادة هذا الشعب العظيم في قطاع غزة، الذي يصمد ويكافح ويناضل ويقاوم. وهذا أيضا يجري في الضفة الغربية، الهجوم ليس على حماس، الهجوم على كل الشعب الفلسطيني دون استثناء. 114 شهيد في الضفة الغربية كما تعلمون، أمس المستوطنون قاموا بقتل الناس وهم يقطفون الزيتون. صحيح، وأنا قبل قليل كنت من ذلك في الداخل. أختريم، في الداخل أريد أن أشدد على النقطة. في الداخل عصابات المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين كانت تهاجم الطلاب في جامعة في البيت الجامعي في نتانيا. نحن نتحدث عن عصابات منفلتة من عقالها وعنصرية إجرامية تمسك الفلسطيني سواء في الداخل أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولذلك هذه معركة مصيرية للشعب الفلسطيني، والكل يجب أن يكون فيها وتهجير. في دكتور، أنا كنت أتحدث مع رئيس مجلس قروي زنوتا، قال لي في جنوب الظهرية لم يتبقى أحد في خربة زنوتا، 400 يسكنون الخربة تم تهجيرهم وترحيلهم تحت تهديد السلاح من المستوطنين. يعني أيضا ما يحدث خطير من عربدة المستوطنين في الضفة الغربية الآن. نعم، تطهير عرقي، تطهير وأنا عرقي. أقول أنه الآن واجب الكل أن يوفر الحماية لهؤلاء أبناء وبنات شعبنا، خاصة في مناطق جيم. ما فائدة الأمن إذا عندنا أمن إذا كان لا يستطيع أن يحمي الناس في مثل هذه الظروف، على الأقل من اعتداءات المستوطنين. وهذا وضع في غاية الخطورة. طبعا أكثر من 20 موقع تم تهجيرها قصرا من منطقة جيم، وأنا متأكد ما تقوم به إسرائيل محاولة تطهير عرقي، حاولوا أن يطهروا عرقيا كل قطاع غزة، أن يطردوا كل سكانه إلى مصر وفشلوا في ذلك، والآن يحاولوا أن يمارسوا التطهير العرقي في شمال ووسط قطاع غزة بالكامل، والآن أيضا في مناطق جيم، يعني 60% من الضفة الغربية. المعركة معركة مصير،
معركة مستقبل، معركة أن نكون أو لا نكون، ولذلك لا شيء يجب أن يعلو الآن على صوت الوحدة والمقاومة في مواجهة هذا الإجرام. طب كيف بتشوف الدور في موضوع دعوات المقاطعة دكتور لكثير من المؤسسات ولكثير من المنتجات، وأيضا الدعوات للعالم بأن يقف دعما للشعب الفلسطيني لوقف هذا العدوان؟ أنا رأيي المجتمع الدولي نشهد فيه انعطافة كبرى لصالح فلسطين، وبدأ الإسرائيليون يصرخون ويتهمون العالم بأسره بالأسامية، ولكن ما رأيناه أمس في لندن شيء مذهل، 500,000 إنسان في مظاهرة هي الأكبر في تاريخ لندن، ورأينا ذلك في كل العواصم الأوروبية والأمريكية. لكن هل هذه المظاهرات قادرة على أن توقف التأييد ودعم أنظمتها مع الاحتلال؟ الشيء الوحيد الذي سيوقف هذه الجريمة هو حراك الشعوب، تحرك الشعوب، يعني حراك شعبنا في الداخل، في حراك شعبنا في الضفة الغربية، حراك شعبنا في الخارج، وحراك كل هذه الشعوب. طبعا ما الذي سيغير رأي الحكومات؟ هؤلاء حكومات متواطئة مع إسرائيل، تدعم إسرائيل، ولا يمكن أن ترضع إلا بصوت شعبها، وبالتالي هذه الحركات ليست أمرا سهلا. ونحن نشهد في داخل البرلمانات الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة نشهد انضواء أعضاء كثر ضد هذه الجريمة النكراء التي تقوم بها إسرائيل. أنا برأيي الجريمة كبرى، أمس كانت مجزرة وحشية ارتكبوها، ولكن الرأي العام انعطف في العالم كله، وأنا متأكد أن هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة رغم عظمة الضحايا ستنتهي بهزيمة المعتدين، وستنتهي بفشلهم الماحق في تنفيذ مخططاتهم. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، تحياتي.